بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الحبيب وسلام الأخوان بقناة فدك وصوت العترة شيخنا هل هل صحيح بأن تفسير سورة الناس هو أن رب الناس الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه وملك الناس هو رسول الله صلى الله عليه وآله هل لهذا التفسير صح عند أهل البيت عليهم السلام وسؤالي الثاني هو ما هو تعليقك على شخصية عبد الكريم قاسم حاكم العراق وهل هو رجل صالح لأن الناس يمدحونه كثيرا ويقولون بأنه مات وليس في جيبه دينار ويمدحونه كثيرا ويقولون أنه شخصية جيدة فما هو تعليقك عليها وشكرا لكم وحفظكم الله بكم السلام ورحمة الله وبركاته نشكر السائلة الكريمة على توجيه هذا السؤال تفضل شيخنا بارك الله بالأخت الكريمة اما جوابنا على السؤال الاول فهو حاشا وكلا فما من شيء كهذا يروى عن ائمتنا الاطهار عليهم الصلاه والسلام بل هذا لحن اهل الغلو ولعله مروي او مذكور عند بعض الفرق الباطنية المنحرفة كالدروز والنصيرية إذ يؤولون الآيات الكريمات بمثل هذه التأويلات الفاسدة فيقولون: رب الناس هو أمير المؤمنين والعياذ بالله وما أدري ملك الناس هو النبي الأعظم صلى الله عليه واله والعياذ بالله <applause> اننا منهجنا دائما يجب ان يكون على قاعده القول مني في جميع الاشياء قول ال محمد عليهم السلام وتاويل ايات الكتاب العزيز بمثل هذه التاويلات الفاسده التي تصرف فيها ضمائر الذات الالهيه واسماء الله عز وجل إلى غيره من خلقه سواء كان نبيا أو وصيا هذا غلو بل هو كفر. فنعوذ بالله من مثل هذه المقالات الفاسدة. أما جوابنا على السؤال الثاني بخصوص عبد الكريم قاسم فالحقيقة أننا كنا نلمس من بعض من كان يأتينا في السنوات الخوالي إنجاز التعبير حبا لهذه الشخصية بعض الناس من العراقيين يحبون هذه الشخصية بل حتى من الكويتيين أنا أتذكر حتى واحد كويتي مرة بالكويت كان يعني يبدي حبا لعبد الكريم قاسم ويدافع عنه وهذه هي مشكله الناس انهم كثيرا ما يجتزئون في تقييماتهم للافراد والشخصيات يعني هو يعجبه من شخصيه ما شيئا ما فخلص يعتبر هذه الجزئيه كافيه لتعديل هذه الشخصيه والحكم بصلاحها واحترامها والثناء عليها كهذا المثال الذي ذكرتموه يعني اعجبهم في عبد الكريم قاسم انه كان زاهدا في المال ولنقل ان هذا صحيح ولكن هذه مجرد جزئيه في شخصيته ماذا عن سائر الجزئيات المنهج الصحيح دائما في التقييم هو منهج النظره الشموليه ما ينفعنا ان يكون هو زاهدا مثلا في المال وبالفعل ما كان يختلس مثلا او يسرق وكان راتبه حتى وهو رئيس وزراء العراق انذاك او مو رئيس مجلس السياده كان رئيس وزراء رئيس بس الحاكم الفعلي نجيب الربيعي اي نجيب صحيح الحاكم الفعلي يعني ما ينفعنا ان يكون هو هكذا في جانب ولكنه من جانب اخر كان يرتكب الجرائم العظام. الاخوه الذين عاصروا تلك الحقبه ما زالوا يتذكرون كيف عاث عبد الكريم قاسم والشيوعيون في العراق في الارض فسادا كيف كان التعدي على الذات الالهيه جهارا نهارا كانوا يتظاهرون في وسط بغداد الشيوعيون ويرفعون لافتات مخطوط عليها هكذا الله في قفص الاتهام نعوذ بالله كانوا يكتبون على لافتاتهم الانسان خلق الله وليس الله خلق الإنسان وكانوا يهتفون بهتافات تتقاطر فجورا، وفسقا حتى نساؤهم كن يخرجن في الشوارع ويصحن، أو يهتفن بعد شهر ما مهر ونذب القاضي بالنهر على أساس الإباحية يعني ماكو بعد مهر زواج وهاي كل تخلف والدين وأفيون الشعوب أطلق عبد الكريم قاسم <applause> للشيوعيين يدهم في العراق وكانت أجهزته الأمنية تقمع الناس وتعذبهم وتغتال الناس وكانوا يربطون بعض المعارضين بحبال ويربطون كل طرف بسياره ومن ثم السيارات تتحرك ويعني يتقطعون الى غيرها من ماسي ومن موبقات كثيره واساسا لنكن منصفين ولنكن واقعيين عبد الكريم قاسم يتحمل وزر كل المآسي التي مرت في العراق منذ ذلك الحين الى يومنا هذا، اصلا يتحمل مسؤوليه التدهور الحضاري للعراق. لأن العراق في زمان الملكيه وان كانت فاسده ايضا، نحن بطبيعه الحال نحن قوم مؤمنون رافضه، لا نزكي هذه الانظمه. ولكن من حيث الاجمال والواقع كيف كان حال العراق في زمان الملكيه؟ والى اين آل مآله في زمن الجمهوريات المتعاقبه التي اول من افتتح يعني طريقها او شق طريقها الكئيب والسيء هذا هو عبد الكريم قاسم بانقلابه على الاسره المالكه. ذلك الانقلاب الدموي البشع الجاهلي الذي سحل فيه الناس في الشوارع وعلقوا على الـ الـ الأعمدة وهم جثث وهذه مثلة والنبي صلى الله عليه وآله نهى عن المثلة وقال إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور فكيف بالإنسان ببني آدم وإن كان طاغية وإن كان مجرما وان كانت عليه مآخذ <applause> كالامير عبد الاله طيب هذا الامير عبد الاله هكذا فعلتم به وهذا الطفل اللي هو الملك فيصل لماذا فعلتم به هذا الفعل جثته سحلت في الشوارع هكذا مو هذا الطفل ما كان يملك من الامر شيئا يعني من سحلت الملك فيصل دفن رأسه عبد الاله المهم نور السعيد ايضا ونور السعيد طيب المهم انه صفوه قتلوا يعني قتلوا اهله ويعني اسرته يعني ما كانت ه هذه افعال جاهليه لقد فتح عبد الكريم القاسم عبد الكريم قاسم فتح طريق او افتتح طريق الدم والوحشيه والتمثيل أي على العراق مع الاسف فتدهور العراق، العراق كان في زمان الملكيه دول الخليج أبناؤها كانوا اذا ذهب الواحد منهم الى العراق كانه ذهب الى اوروبا يعني لرقي العراق وتمدنه ونظافته حتى نظافه شوارعه، تشوفوا الصور الان والفيديوهات هم موجوده يمكن. يعني بالفعل كان هنالك تقدم حضاري في العراق من كل الجهات. لماذا؟ لأنه شوفوا دائما <applause> لما يكون البلد مستقر في الحكم في الإدارة في الأمن وإي ولا يكون هنالك الاحتكام للشارع للدبابة لسلطة الانقلاب والبيان رقم واحد هذا الاستقرار، هذا الثبات بحد ذاته يساعد على النمو والتمدن والتحضر. شوفوا الاردنيون مثلا الان الاخوه الاردنيون آه، يقولون احنا كان بامكاننا نقوم بثوره كذلك خصوصا مع موجه الثورات التي حصلت في المنطقه ما يسمى الربيع العربي، وبالفعل كان يتظاهر بعض الناس في الشوارع وكذا. في عمان <applause> ولكن بشكل عام المظاهرات كانت خافته ولا توجد استجابه شعبيه هائله لفكره القيام بثوره في الاردن على هذه الاسره المالكه رغم علم الاردنيين بفساد هذه الاسره وانها اسره عميله وان الملك هذا اللي موجود الان هذا الطرطور اللي موجود الان التربية ذو التربية الإنجليزية عبد الله. أي <applause> والأم الإنجليزية أيضا والثقافة الإنجليزية بحيث أنه المسكين حتى لغة عربية ما يعرف يقرأ إلا بعد جهد جهيد يعني والآن هم تحسن كثيرا بعدما في الـ 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 البيان الأول ماله لما كان كلمتين يقوله بعد هلاك أبيه كان فضيحة يعني الملك الهاشمي العربي المدري شنو الكذا ما يعرف يقرأ عربي أصلا كلمتين يعني مشكلة كبيرة يعني على أي حال ديوث فاسق فاجر المهم لكن مع هذا كله الأردنيون يعلمون لأنهم رأوا دول المنطقة حولهم أنه إذا أزالوا الملكية وجاءت جمهورية وصارت حارة كل من إيده إله دبابة وبيان رقم واحد يعني من هالحالة راح يصير تدهور فوق التدهور اللي موجود أصلا في الأردن الناس ما لاقية تعيش وما لاقية تأكل بس يقول لك على الأقل يعني لن لا نصل بالبلد إلى تدهور أكبر من هذا ما نزيد الطين بلة أي فالعراق أيضا هكذا هذا الذي فتح بابه هو عبد الكريم قاسم قام بانقلاب دموي وتدهور العراق <applause> وبعدين قام بأحكام ما ترضي الله ولا رسوله صلى الله عليه وآله مثل الإصلاح الزراعي والتأميم أخذ أراضي الناس من هذا الكلام كله كنا نصدر حنطة بريطانيا ونطلبها فلوس صرنا احنا أي أحسن. وراء الإصلاح نه. الزراعي نه. <applause> أصلا كان الإنجليزي آه يعني يتسابق لكي يحصل على فرصة عمل كريمة في العراق آنذاك لأنه كان بلدا غنيا والمدخول الفردي للفرد أكثر من مدخول الفرد الإنجليزي مثل ما الآن تشوفون بعض الإنجليز يحبون المقام في دبي مثلا ويعيشون في دبي ويعملون في دبي لانه مدخولهم يكون اعلى من مدخولهم في هذا البلد. اقتصاد كان مزدهر وهو البلد العراق تدرون اغنى البلدان يمكن يعني على مستوى المنطقه ويمكن اصلا بالعالم كله يمكن حتى اغنى بلد لانه لا ينقصه شيء، ثروه نفطيه هائله عنده، ثروه زراعيه هائله عنده، ثروه سياحيه هائله عنده. ثروه بشريه هائله عنده يعني من كل الجهات العراق مفروض يكون جنه الله على الارض معادن كل شيء كل شيء يكون بالعراق ما يعني لا ينقصه شيء من مقومات الدوله الـ 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 النموذجيه انجاز التعبير ولكن شريطه ان تكون هنالك اداره نموذجيه لهذا البلد اي مو عجول ولا فاسدين ولا سراق وهذا لما بعض الناس يروحون يشوفون شخص جزئيه في شخصيه الحاكم تعجبهم، جزئيه انه مثلا عبد الكريم قاسم ما كان مهتم بجمع المال وكذا مثلا، كان بسيطا في مظهره، مسكنه، ماكله، مشربه. هذا مو مناط ليس هذا لوحده، انت ماذا عن باقي الامور الاخرى؟ شيخنا في عبد الكريم قاسم يؤخذ عليه ايضا محكمه المهدام. طبعا نا اله نا اله يعني نا نا كبيره ايه جدا هاي مو محكمه هاي مسخره هي مسخره المهداوي ايه لانه طريقه الاداء وطريقه صدور الاحكام وغيرها احنا كنا نشاهدها يعني على التلفاز بوقتها ايه يعني فعلا كانت مسخره واذت هوايه ناس وظلمت هوايه ناس ايه كلها باسم اه الزعيم عبد الكريم اي ايه أنتم عليكم أن تدركوا شيئا ما روي عن على أئمتنا عليهم السلام بهذا المضمون كم من زاهد يتزهد للدنيا لأنه لا تتأتى له إلا بهذا يعني أحيانا الحاكم يتزهد لأجل الدنيا لأنه الدنيا لا تقبل عليه إلا بهذا وأحياناً لا هو بالفعل طبيعته هكذا لا يرى لذة في المال مثلما يرى لذة في الأمر والنهي لذة السلطة لذة المنصب أكوها من مناسب هذه الصفة أيضاً هذه موجودة لذلك علينا أن لا نغتر أو أن نتسرع أو نتعجل في إبداء الاحترام لشخصية من الشخصيات نحن نقيس الكل على منهج واحد على مقياس واحد هو المقياس الذي ورثناه عن أئمتنا الأطهار عليهم الصلاة والسلام بالنتيجة هذا رجل ظالم طاغي دموي ولم يكن مستقيما في عقيدته جاهلي صنمات على الجاهلي فما شأننا به وترى هاي هم الظاهرة سيئة جدا أنه بعض الناس يحنون إلى الماضي أكو حالة حنين تصير حتى أن بعض الناس اليوم يترحمون حتى على صدام لأنه عندهم حنين لزمان صدام ويقارنون زمانه بهذا الزمان فيقولون مثلا على الأقل ذلك الزمان كنا عايشين بهذه البطاقة التموينية مدري شنو كنا عايشين مثلا او كنا مستقرين كان مثلا كذا بعض الجوانب بعض الجزئيات وكانه يعني سبحان الله ما طال العهد فتنسون وين راحت هالمقابر الجماعيه؟ وين راح فرم الناس في ال في الشعبه الخامسه واخراجهم جثث مفرومه وين راح زرع القنبله في يخلوه في الجيب جيب الدشداشه ويفجر من بعيد هذا علي الكيماوي ويصفقون من بعدها وين راح كل هذا الاجرام وكل كل هذا راح يعني يعني محي من الذاكره على اساس كان يوزع لكم شويه تمن وشويه هذا مو حكي يعني شوفوا هاي مشكله الناس شويه يتاذى من احد خلص يقلب له ظهر المجن ويروح يصير عنده حنين للماضي ويقول ما أدري كذا منكم وهذا صدام أشرف منكم والبعثيين أشرف منكم وما أدري كذا وبعضهم يتمادى أكثر حتى يكفر أصلا يكفر نعوذ بالله يا أخي والله عجيب هالبشر هؤلاء شوف ما, ما عند البشر اعتدال واستقامة إما إفراط اما تفريط، اما يصعد الشخصيه اللي يحبها الى اعلى مستوى الى عنان السماء، واما ينزلها الى اسفل سافلين. يعني مع انه هذا مذموم في الاحاديث الشريفه ايضا مضمونه. احبب حبيبك هونا ما عسى ان يكون بغيضك يوما ما، وابغض بغيضك هونا ما عسى ان يكون حبيبك يوما ما. يعني لانه <applause> العلاقات فيما في بين البشر تتغير بس لا الناس ماشيه على هذه القاعده انه ماذا انه مثل ما يقول الشاعر وعين السخط تبرز كل عيب لا وعين الحب لا تجد العيوب عن كل عيب كريله وعين السخط تبدي المساويه الناس ماشيه بهالطريقه تجد تقول له يا اخي هذا فلان شوف هاي المؤاخذات عليه واحد اثنين ثلاثه مخالفات شرعيه مخالف هو خلاص مدمغ يقول لك انا احب فلان لا يرى قافل لا يرى عيبا عليه وعين الحب لا تجد العيوب يقول لك لا ماكو عيب خلاص لو شو مسوي وفي المقابل يا اخي هذا اللي انت ظالمه هذا اللي انت ضده على الاقل شوف عنده هاي الحسنات، عنده هاي الماثر، عنده لا ما يعجبه، وعين السخط تبرز كل عيب. خلاص الناس ماشيه بهالطريقه، التوازن صعب. لا ينجح فيه حقيقه الا يعني الخيره من الناس صراحه، هؤلاء الذين هم مستعدون على التجرد من كل هوى. وأن يتجرد الإنسان من, الهو من الهوى الله أكبر هوى هوى الإنسان شو يسوي بهذا الهوى؟ يج يخلي أفرأيت من اتخذ إلهه هواه يخلي إله إله, إله إلى هذا الهوى ماله يتبعه حيثما ذهب به وأينما مال به هواه خلاص هو عاجبه هاي الشخصية عبد الكريم قاسم لو شنو تسوي أنا أتذكر <applause> واحد قبل سنوات يمكن عشر سنوات 12 سنه هم الشكل كنا تدرون على عادتي بعد المحاضره اجلس مع الاخوه اجاوب على اسئلتهم يصير مداخلات اي نقاشات تكون تطرقنا الى عبد الكريم قاسم فان الله هالشكل فلعنته كلش تنرفز لا وهذا هالشكل وهذا هالشكل وما ادري شنو فناقشته بالاخير قلت له قلت له شوف انت تقول هذا الكلام من باب الهوى انت تقول هذا الكلام من باب انت عاجبك ذاك الزمان انت عاجبك أنت تشتغل بدائره معينه ما ادري شنو متونس على عبد الكريم خطاباته ما ادري شنو ماكو زعيم الا كريم ما ادري شنو ما الحكي هذا أكيد. انت عاجبك أكيد. اي زين انت عاجبك عبد الكريم انت من هذا الباب والا انت اذا في قراره نفسك لا يمكن أن تعتقد أن عبد الكريم هذا من من الرجال الصالحين من عباد الله الصالحين وإلا الآن قوم أوقف قدامنا وقول اللهم احشرني معه فورا نزل راسه الله شاهد فورا نزل راسه ولا سوى قلت شفت ما سويت لأنه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم